تحية لك على تغطية هذه الوقفة ديال اليوم. معك طيب مضماد نائب المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع. نحن هنا اليوم في هذه الوقفة التضامنية والاحتفالية بمناسبة ما حققته المقاومة الفلسطينية من انتصار هذا الصباح على الكيان الصهيوني وعلى جيوشه وعلى مستوطنيه. ونحن هنا لأولا نوجه التحية للمقاومة الفلسطينية الباسلة للشعب الفلسطيني، لبنات وأبناء الشعب الفلسطيني، لشبان وشابات الشعب الفلسطيني. ونحن هنا لنقول للنظام المغربي على أنه النظام الصهيوني الذي أنت تراهن على ربط العلاقات معه هو إلى الزوال، وسيحقق عليه الشعب الفلسطيني انتصارا عظيما وسيطرده من أرض فلسطين، كما سينتصر الشعب المغربي على الصهيونية هنا في المغرب، وسنطرد الصهاينة من هنا وسنحرر أرضنا المغرب من الصهيونية والإمبريالية. أظن على أن مكونات الشعب المغربي السياسية والمدنية والفكرية والنقابية احتفلت البارحة بانطلاق الحملتين الدوليتين، وها هي اليوم تعود إلى نفس الساحة من أجل الاحتفال بهذا النصر التاريخي وغير المسبوق للمقاومة الفلسطينية التي ضربت في العمق الاستراتيجي وفي الخاصرة، يعني الأساس للكيان الصهيوني. اليوم هذه الضربة الموجعة للكيان الصهيوني هي رد فعل طبيعي على سلسلة ومسلسل الجرائم لا إنسانية وضد يعني ضد الإنسانية التي تقوم بها الجماعات المستوطنة يعني داخل فلسطين. اليوم المقاومة الفلسطينية تفتح عهدا جديدا ومنعطفا تاريخيا، ليس للمقاومة فقط ولكن للشعوب العربية والإسلامية وللعالم الحر، من أجل دعم خيار المقاومة حتى التحرير إن شاء الله. وقفة شعبية مغربية استجاب لها عشرات أو المئات من المواطنين للتعبير عن الموقف التاريخي الثابت للمغاربة تجاه إخوانهم الفلسطينيين في هذا اليوم التاريخي المشهود الذي ضربت فيه المقاومة الفلسطينية الكيان الصهيوني، والذي نابت فيه المقاومة الفلسطينية عن الأمة، نابت عن الأمة في الرد على الانتهاكات الجسيمة للصهاينة في حق الأقصى وفي حق فلسطين وفي حق المرابطين والمرابطات. هذا اليوم يوم تاريخي، يوم طوفان الأقصى، يوم تعبر فيه الأمة عن ثقتها بالمقاومة، يوم استعادت فيه الأمة كرامتها، يوم استعادت فيه الأمة شجاعتها، يوم استعادت فيه فلسطين كفاحها المسلح، يوم سيكون له ما بعده إلى تحرير فلسطين وإلى طرد المحتل وإلى استعادة كافة الحقوق الفلسطينية المسلوبة. فاليوم المغاربة في العاصمة الرباط على غرار باقي العواصم نقول نحن مع المقاومة الفلسطينية، ونحن ضد الكيان الصهيوني ضد جرائمه وضد التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب، وضد كل أشكال التطبيع في الأمة وفي بلدنا. ندعو إلى التراجع عن مختلف الأشكال التطبيعية ودعم المقاومة ودعم فلسطين، ونستنكر الدعم الأمريكي والغربي للسياسات الصهيونية وللجرائم الصهيونية. نسوش تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.